السلام عليكم يا شباب، اهلا بكم في قناه مستر وائل للبيولوجي. اعزائي طلبه الصف الثاني الثانوي الترم الاول، خلصنا ترانسبورتيشن ان بلان، هنحل النهارده ان شاء الله على يعني بعض الاسئله لقيتها بعنايه صدقوني على ترانسبورتيشن اوف بلان. اوكي يا شباب اتفضلوا معايا. ان ذيس فيجر هنشوفه دلوقتي. Which of the following produces the energy required for sugar transport through the plant؟ طيب انهي سل فيهم بقى، في A و B و C و D؟ نشوف بس ده ايه الاول. البرفوريتد ده السيف بليت، يبقى دي كده السيف تيوب. ها السيف تيوب اهي، تمام، وادي السيف بليت، يبقى فيها كمبرت سيل معاه هنا، الكمبانيان سيل غالبا هي السيل دي اللي كمبانيان سيل، والسيل اللي جنبيها بقى اللي هنقلها. فبيقول لك الاي دي مثلا سبونج تيشو، واللي عارف ان سبونج تيشو ده جزء من الباليسيد تيشو، ممكن يكون فيه هو فيه طبعا قبليها يعني كده في الباليسيد لاير اللي فيها كميه كبيره من الجرين بلاستيدز. السبونج تيشو ده فيه برضو جرين بلاستيد، هيعمل فوتوسينثيس بروسيس، هيعمل جلوكوز، فنقلنا الجلوكوز ده فين؟ برودوس انرجي ريكوايرد فور شوجر. ها عملنا الشوجر من هنا اللي هو جلوكوز، يعني نقلناه من هنا لهنا، دخل على الاي سيف تيوب، والسيف تيوب دي بقى هتنقله كل حته فوق وتحت. الناحيه الثانيه بقى انا عايز اجيب الشوجر من هنا لهنا للسيل سي دي عشان اخزنه هنا، عشان دي بارينكايمال سيل ستور ستارش، هوديها لها هنا الشوجر ده عشان تحوله هي بقى البولي ساكرايد ستارش وتخزنه. مين بقى اللي هيدي الانرجي للكلام ده كله؟ اللي هيدي الانرجي للكلام ده كله هو الكامبانيان سيل. فين الكامبانيان سيل؟ الكامبانيان سيل فيهم هي سي، صح يا شباب؟ اوكي تمام، سهله. By which process is the water lost from leaf during transpiration؟ الووتر هتفقد عن يعني هتفقد ازاي في الليف during transpiration؟ شباب ووتر، انا ارمي الاول ووتر وبلازما ممبرين اوزموزس من غير ما اروح ادور على الاختيارات. اوكي اوزموزس، الميه بتتنقل عن طريق السيل ممبرين بالاوزموزس. اوكي اختياري اكتف ترانسبورت ولا ديفيوجن ولا اوزموزس ولا فوتوسينثيس بروسيس؟ اكيد الاجابه اوزموزس. اوكي يا شباب. اوكي Which of the following describes the structure of dicot plant؟ اللي هو اسمه dicotyledon plant يعني. اوكي dicot plant. اوكي طيب it contain a ring shaped vascular bundle. انا وريتكم يا شباب في الرسم وانا بشرح وقلت لكم الفرق بين المونوكوتيليدون والدايكوتيليدون، شايفين الفاسكولار باندل مرسوسه في الرسم يعني لو انتم فاكرين يعني بفكركم، بس كان شايفين الفاسكولار باندل قلت مرسومه ازاي، كانك راسمها بايدك كده، ها مش صناعه يعني ربنا سبحانه وتعالى، دي صناعه الخالق يعني، بس كانها مرسومه رسم كده دقيق هندسي. اوكي تحس ان هو يعني ايه سيمتريكال شيب كده بالجيومتري يعني. اوكي فالاجابه دي صح تمام. It contains central vascular central vascular cell. لا ما فيهوش central vascular cell، ده الحته اللي في النص دي اسمها بيس شويه بارينكايما. لا غلط الكلام ده. It contains several layers of xylem that are surrounded by a ring of phloem. يعني هو بيقول لك الزيلم في النص ومتحوط كده بالايه بالفلويم. لا الكلام ده غلط. اوكي تمام. It contains vascular bundles that scattered through the base tissue. انا قلت الكلام ده في المونوكوتيليدون، فاكرين يا شباب؟ اوكي طيب المنطق والعقل بيقول الاجابه ايه ولا دي؟ هي الاجابه يا ايه يا دي. اوكي العقل والمنطق بيقول الاجابه ايه؟ عشان انتوا شفتوها ارينجت فعلا الفاسكولار باندل في رينج كده شيب، انما في المونوكوتيليدون هتلاقيها سكاترد. اوكي يا شباب طيب هي الاجابه هو مجاوبها في المعاصر الحقيقه الاجابه دي. اوكي بس انا شايف ان الاجابه دي مش اجابه صحيحه. الاجابه ايه هي الاجابه الصحيحه؟ اوكي انتوا شفتوها ومرسومه ازاي، وهي فعلا الفرق بين المونوكوتيليدون والدايكوتيليدون هو ان في المونوكوتيليدون البندلز ار سكاترد كده هنا في زي ما هو قال كده الفاسكولار بندل سكاترد في البيس، انما ات كونتين رينج شيبت فاسكولار بندل، هي فيها رينج شيبت فاسكولار بندل في الدايكوتيليدون، هو قال دايكوتيليدون. اوكي يا شباب الاجابه الصح هي ايه؟ اوكي يا شباب. اوكي The opposite figure represent a section in plant stem. What is the number of tissue that is specialized in transporting the organic food؟ يعني هو بيسأل على الفلويم يعني substance to the different part of the plant. طيب احنا خدنا ان ده شكل الكروس سيكشن بتاع الستيم بتاع الدايكوتيليدون. بصوا اهو السؤال اللي فات اهو، هم مكملين، كمل بقى كده هتلاقيهم بص الفاسكولار باندل ارينجد ان ايه؟ ان رينج، اهي مكملين رينج اهو، صح كده؟ سكتر دي بقى يعني هتلاقي واحده هنا واحده هنا واحده هنا، هم مش سكاترد ولا حاجه في الدايكوتيليدون، هم مش سكاترد، هم ارينجد ان ذا فورم اوف رينج. في المونوكوتيليدون هم اللي سكاتر. تمام يا شباب. اوكي هي 1 دي ايه؟ 1 دي الفلويم، 2 دي ايه؟ 2 دي الكامبيوم، ها 4 دي ايه؟ 4 دي ها الزايلم، 3 دي ايه؟ 3 دي البيس. مين اللي فيهم الفلويم؟ الفلويم فيهم نمبر 1، صح يا شباب، سهل. اوكي تمام.
طيب ان ذا اوبوزيت فيجر ده ستيم اوف بلانت، تمام كده، ده الزيلم انا مش هقول لك عليه اهو، والفلويم بره اهو، اوكي، ما هو الفلويم بره والزيلم جوه صح، والزيلم بصوا قد ايه اخد اكتر حته، اوكي تمام، واللي بره ده بقى الابيدرمز واللي بعديه الكورتكس، اوكي. طيب جه واحد بقى ابن حلال كده من العيال المؤذيه، وكان عمل ايه، ريموفينج رينج فروم ذا ترانك، قطع حته كده من ايه، من الترانك، قطع الابيدرمز على الكورتكس وتقريبا شال الفلويم كمان، ها، واللي فضل الزيلم بس، اوكي تمام. ان ذا اوبوزيت فيجر هو ان ريموفينج رينج فروم ذا بلانت ترانك which of the following is exposed to happen او is expected to happen. اوكي طيب انت متوقع ايه؟ الفلويم انت قطعته خلاص، مفيش فلويم كده، لو عايز تنقل مانفاكشر فود من فوق لتحت كده انت مش هتنقله، ولكن لسه ما زال الزيلم كويس اهو بحالته جيده، هينقل لك الوتر من تحت لفوق مفيش مشكله، ولكن البلانت ده كده كده هيموت كمان شويه، اوكي تمام، ما هو مفيش فود نازل للروت تحت، فالروت هيموت وبالتالي البلانت كله هيموت، اوكي. طيب ايه بقى اللي ايه؟ which of the following is expected to happen water will not reach the root، ما هي اصلا الووتر موجوده في الروت، الكلام ده اصلا مش كلام علمي اساسا، ها ماشي، يعني قول لي water will not reach the leaf وانا اقول لك بقى نفكر صح ولا غلط، اوكي. طيب water will not reach the leaf، اه هي الجمله دي كده نفكر فيها، طبعا ان الووتر ريتش الليف عادي، ما الزيلم كويس او زي الفل، تمام حلو. الديزولفد سوليوت will not reach the leaf، ما هو الديزولفد سوليوت دي موجوده في الووتر والووتر هتتنقل، يبقى الديزولفد سوليوت كمان هتتنقل. انما الامينو اسيد والشوجر اللي هو الريدي ميد فود ده اهو will not be transported to the root، ايوه ده اللي هيحصل، مش هيتنقلوا للروت، ما انت قطعت الفلويم خلاص، اوكي تمام. طيب this table show some characteristic of four different plant، حلو جدا، بلانت A و B و C و D اهو that grow in the same environmental condition، حلو جدا، which plant of them will have the highest rate of transpiration، اللي هيعمل transpiration اكتر، اللي عنده number of leaf اكتر، واللي surface area بتاعت الليف كبيرة، ما ممكن الليف تكون صغيرة وليف تكون كبيرة، مش في ورقة شجر كده يا جماعة بتبقى صغيرة، ورقة شجر بتبقى نيدل شيب، ورقة شجر بتبقى بالم شيب، ورقة شجر بتبقى عريضة وكبيرة كده، طبعا كل ما انت كبرت في الشكل في number of leaves والarea والsurface area وفي الليفز والnumber of stomata، ما انت الاستوماتا هي اللي بتفقد الايه الووتر فيبر، يعني كل ما تكتر عدد الاستوماتا والافرج يامتر اوف استوماتا بالنانو متر، يعني الديامتر بتاعها، طب انت عندك خمسه استوماتا بس الديامتر بتاع كل واحده فيهم كبير، احسن ما يكون عندك سبعه استوماتا الديامتر بتاعهم صغير، اوكي. يعني سؤال كده يعني مش هقعد انا ادور في الارقام دي كلها، مبدئيا النمبر اوف ليفز الكبيره، فانا عندي 35 هنا و 35 هنا، الاجابه يا سي يا دي. طيب السيرفيس اريا، السيرفيس اريا هنا اكتر من هنا صح كده، يبقى لا غالبا هختار سي، اللي هياكد لي اكتر من سي ان النمبر اوف استوماتا هنا 150 وهنا 275، دي احسن طبعا، وكمان الديامتر اوف الاستوماتا هنا اكبر من هنا، يبقى طبعا سي هي اللي هتعمل ايه اكتر ترانسبيريشن بروسيس، اوكي صح، سهل سؤال سهل يعني، اوكي. طيب using the opposite figure، ايه بقى الاوبوزيت فيجر ده؟ ام بقى اما نشوف بس ايه الاوبوزيت فيجر ده. الاوبوزيت فيجر بيقول في تيوب اهي وفي تيوب اهي، وفي هنا مارك اهو بيقول لك ان اللون البراون ده شويه ولا البيج ده شوجر سوليوشن، ده شوجر يعني، اوكي ادام ده شوجر وده كده جلوكوز بروديوسنج سيل مثلا، دول جبل الست تيشو مثلا، وده زايلم، ها اوكي يا شباب، ده ايه، سوري انا اسف، ده فلويم يا شباب، ها ده فلويم، ده نقل الشوجر اهو، ده فلويم، اوكي. التاني بقى الزايلم هينقل الووتر، وادي الترانسفيرس وول مش موجود اهو صح، هنا في تقدر تقول سيف بليت هي بس مش باينه شويه، المهم ده السيف تيوب وده الزايلم صح يا شباب، اوكي. ام ريبريزنت، ام ريبريزنت ايه من غير ما اقرا، ام ريبريزنت ايه، ها السيف تيوب صح كده، سيف تيوب، اوكي. الكامبانيان سيل، لا طبعا هي مش كامبانيان سيل، اوكي. الزايلم، لا الزايلم هو ال، اوكي. الروت هير، لا هو مش الروت هير، نرجع تاني يا شباب. طيب ال ريبريزنت ايه، ما خلاص ما احنا قلنا ال، احنا قلنا ام هو السيف تيوبيول وال هي الزايلم، فالاجابه هي مين، زايلم فيسل صح، سؤال سهل جدا، زايلم فيسل، اوكي يا شباب. الاخير، السؤال الاخير، the process represented by x and y، طب x بتقول لك في حاجه هتتنقل من هنا لهنا اهو السهم كده، وواي بقى بتقول لك في حاجه هتتنقل من هنا لهنا، طب هو احنا هننقل ايه من الزايلم للفلويم، هننقل ووتر، والووتر بتتنقل بايه، بالاوزموزس، اوكي. يبقى اول اختيار لازم يكون اوزموزس، اكس از اوزموزس اهي، اكس از اكتيف ترانسبورت، لا بوس، لا خلاص يعني مبدئيا اكس دي بي دي مرفوض، طب اكس از اوزموزس اوكي، طب واي بقى اوزموزس ولا اكتيف ترانسبورت، طيب احنا قلنا، انت قلت لنا يا مستر ان الترانسبورتيشن اوف مانيفاكتشر فود باي سيف تيوب ده اكتيف ترانسبورت، ايوه ده اكتيف ترانسبورت جوه
جوه السيف تيوب. انما لما تيجي تنقل، لما تيجي تنقل هتعتمد على ايه؟ هتعتمد على الاوزموسس. اوكي، ما هبقى كونسنتريشن اوف سولت سوليوشن او شوجر سوليوشن وكونسنتريشن اوف سوجر سوليوشن، يعني معتمد برضه على الاوزموتيك بريشر. يبقى لما انت تنقل من هنا لهنا هتنقل بالاوزموسس، ولما تنقل من هنا لهنا بالاوزموسس جوه السيف تيوب هو اكتف ترانسبورت عشان تعدي السيتوبلازميك ثريدز من السيف بليد، ده اكتف ترانسبورت. انما وانس خرجت من السيف تيوب وبقت جوه التيشو بقى كونسنتريشن اوف سولت سوليوشن او كونسنتريشن اوف شوجر سوليوشن، اعتمدت على ايه؟ على الاوزموسس. اوكي كلكم يا شباب بقى السؤالين الاولين 1 و 2 دول سهلين، وبتيجي في السؤال الثالث ده الاقي الغلطات الايه الكبيره موجوده. اوكي الاقي بقى ايه الشباب كلكم او معظمكم يعني الغلطه الشهيره اكس اوزموسس اند واي از اكتف ترانسبورت. ما انت قلت يا مستر اكتف ترانسبورت، لا both of them are osmosis، both of x and y are osmosis. لان once خرجت الشوجر ده من من السيف تيوب وبقى في التيشو عادي خالص عايز تنقله في اي حته بقيت بتنقله بالاسموزس، بتنقل خلال سيل ممبرين بتنقل بالاسموزس. اوكي يا شباب اوكي. طيب قبل ما نقرا ايه الاستراكشر ده، الاستراكشر اللي هو فيه سيكنينج باي لجنين اهو، وهنا انيولار اهو زي ما انتم شايفين، رينج زي ايه انيولار اهو بريسبتيشن، وفي بيتس اهو زي ما انتم شايفينها، وفي واحده تحس انها كبيره شويه والثانيه اهي بنتاجون اهي شيب او بنتاجون شكل البنتاجون اهي. يبقى رقم 2 هو مشاور على دي و1 مشاور على دي، يبقى 1 هي السيف تيوب و2 دي هي مين؟ هي التراكين، صح كده؟ وده كله مين؟ ده كله ازاي؟ اوكي ادي ادي رمبر 1 مشاور على الفيسل اهو، ورقم سوري 1 مشاور على البسر و2 مشاور على التراكين، وده كله ازاي؟ تمام يا شباب اوكي. This figure show a group of cells that are adapted to perform a certain function. طبعا الفانكشن دي هي transportation of water and mineral. The cell number 1 and 2 represent irrespectively. احنا قلنا 1 هي مين؟ 1 هي البسر و2 هي التراكين، فالاجابه بسر اند تراكين، ايوه هي دي. سيف تيوب اند كامبانيان سيل، انت بتتكلم في حاجه ثانيه خالص يا عمي. ابيديرمال سيل اند كورتكس سيل، سكيلرين كايما اند ميدالري ري، طبعا فيسل اند تراكيد هي الاجابه الصح. نكمل السؤال الثاني. ذا فانكشن اوف نمبر 1 اند نمبر 2، من غير ما نقرا الفانكشن بتاعتهم ترانسبورتيشن اوف ووتر اند مينرال. اوكي نشوف ستورينج فود، اجابه خاطئه. ترانسفيرينج فود سبستنس، غلط. مانيفاكتشرينج فود، غلط. ترانسبورتينج ووتر، الاجابه دي هي اللي صح. تمام يا شباب اوكي. شوف السؤال الثالث. ذا سيل نمبر 1 شير ذا سيل نمبر 2 ان، السيل نمبر 1 و2 دول مشتركين في ايه؟ بيرفورمينج فوتوسينثيسيس بروسيس، ولا واحده فيهم بتعمل فوتوسينثيسيس بروسيس، دول ديد او نون ليفنج، ما بنحبش كلمه ديد احنا، هم نون ليفنج تيشو، يبقى يعملوا فوتوسينثيسيس بروسيس ازاي؟ ماشي. زير ترانسفيرس سيكشن، ما في الترانسفيرس سيكشن هنلاقي دي مختلفه عن دي، دي الول مش موجود هنا، الول موجود وتبرد اند، لا هنلاقيهم مختلفين. زير سيكنينج ويز كيوتين، اولا هم سيكند ويز لجنين مش كيوتين. ايه فانت كاتب كلام غلط، فانا مش يعني الكلام ده اللي انت بتقوله ده اصلا غلط. اوكي لو كنت قلت لي زير سيكنينج ويز لجنين كنت هقول لك صح، انما انت بتقول لي اصلا جمله غلط، فهم مشتركين فيها ازاي؟ تمام. ذا ستيجز اوف زير فورميشن، ايوه هم بيتعملوا بنفس الطريقه، سل كانت عاديه تشال منها الترانسفيرس وول او تخرم فيها الترانسفيرس وول، عملت سيكنينج باللجنين، شلت البروتوبلازم كله، فالوي اوف فورميشن او الستيجز اوف زير فورميشن هو واحد. تمام يا شباب اوكي. طيب نشوف ايه الرسمه دي اللي احنا كلنا المفروض نكون حافظينها. دي مين؟ ده الفلويم، ده الميريستماتيك سيل بتاع الايه كامبيوم سيل، ده الزايلم سواء بقى ده سكندري زايلم ده برايمري زايلم، وده البيس طبعا. اوكي نشوف بقى اختياراتنا. ان ذا اوبوزيت فيجر، ده طبعا كروس سيكشن في دايكوتيليدون ستيم، صح يا شباب اوكي. What happened in the structure number 1 sorry what happened if the structure number 1 is removed، لو شلت 1 لو شلت 1 مش هيطلع لك نيو فلويم ولا نيو زايلم. اوكي تمام. ها ذا زايلم will not be formed، ماشي ذا فلويم will not be formed، لا هما الاثنين الحقيقه. Nothing will occur، يعني عادي جدا مش لا لا each of زايلم and فلويم will not be formed، اي هما الاثنين مش هيتعمل. الاجابه دي تمام يا شباب. نرجع تاني. Each of xylem and phloem will not... اه خلصنا دي. Number 2. The tissue number 2. Tissue number 2 ده اللي هو مين؟ xylem. ماله؟ Is considered non-living. صح هو non-living. ليه؟ عشان ما فيهوش بروتوبلازم اصلا. اوكي؟ تمام. Because its wall are sick. لا مش ده السبب. It is a xylem tissue. عشان اسمه xylem يعني؟ لا مش عشان اسمه xylem. اوكي؟ It's a cell don't contain nucleus or cytoplasm. صح هو ده عشان كده. ولا في nucleus ولا في cytoplasm. اعتبرك living ازاي؟ صح كده. It can't absorb water، هي الإجابة C هي الإجابة الصحيحة. صح كده. السؤال الأخير.
which of the following is considered from the function of tissue number 3. tissue number 3 ده اللي هو الفلويم يا شباب. طيب انهي طبعا الاستراك او الفانكشن اوف فلويم ترانسفيرنج اوف فود او ريدي ميد فود او الاورجانيك سبستانس او الهايلي او هاي انرجي اورجانيك سبستانس، صح كده؟ تمام. ترانسفيرنج اوف ووتر اند سولت اونلي، مالوش دعوه بالكلام ده اصلا. ترانسبورتنج ذا هاي انرجي فود اونلي، اونلي دي ما تخوفنيش، لا اونلي دي صح، ولو يعني لو مش موجوده الجمله برضه وراها صح، واونلي تخليها صح. ها اوكي. Transporting water, salt, and high energy كله، لا مش كله طبعا. Storing food طبعا الإجابة transport high energy food only اللي هي الإجابة رقم B يا شباب. تمام كده؟ أوكي. أعتقد إن لما اتحلت الأسئلة وبكتر حلكم للأسئلة الموضوع هيبقى أسهل وأسهل. Study hard يا شباب، المرة الجاية إن شاء الله ناخد transporting system in human. قبل ما ندخل في transporting system in human، دايما الهيومن والانيمال بتبقى second grade بعد البلانت. ارجو ان الدرس ده يعني تذاكر كويس، حل اسئله كتير، من جد وجد يا شباب اجتهدوا في الدرس، حلوا اسئله، اللي فيه قابلوا سؤال مش فاهمه يبعته لي لو يحب على الكومنتس وانا هرد عليه. اي استفسار لاي حد يبعت لي برضو كومنت وانا هرد عليه. ستادي هارد، اتمنى لكم التوفيق، نراكم قريبا في الترانسبورتيشن ان هيومن، والسلام عليكم.